صحتك بينيديك. عسلامتكم. موضوعنا اليوم في صحتك بينيديك السباحة في شهر رمضان مع حرارة الطقس، وأهم نصايح باش تقدم هنا الدكتورة سونيا خلف الله كهية مدير الصحة الأساسية. مع السخانة هذينا لازمنا نردو بينا، احنا بصفة عامة ديما ننصحو انه ما واحد ما يخرجش بين الحداش ولا دعم تاع العشية، معناتها ما يمشيش للبحر في المدة هذه. دونك اما السباح بكري ولا العشية مؤخر. السباح بكري صعيب خاطر من السباح وتوا رمضان مش تمشي وتعوم، تخاف تحس بالعطش ونهار كامل مش تتعب. دونك ينجموا يمشيوا مع 5:30 6 تاع العشية، ينجموا يمشيوا للسباحة بالعكس، معناتها نجمو نعملو فمش حتى مشكله، ما خدمكش تعمل افور كبير، خاطر دي فاسون جينيرال خاصه الصغار والكبار وكل ما تمشي يعوموا مش كيما الشباب. دونك ما فماش دي كالوري باش واحد مش يعملها، ما خافوش من السكر اللي يطيح، مش كيما كان مش تعمل مثلا فما نشوفها منا يعملوا الكورس جوست قبل شقان الفطر، كل جاليه القويه كل هذيك مش باه تخاف اللي يطيح لك السكر. معناتها ما نفضلوا لا نفضلوا احنا ديما الجري ولا مشية قويه تكون بعد شقان الفتره، تكون في العشيه وفي السهريه، وبالعكس ننصحوا بها، ننصحوا ان كل ليله العبيد الكل صغار كبار يخرجوا يعملوا نص ساعه على الاقل ساعه مشي بها بالكدا، حتى مع العشاء نتاع الليل يخرجوا بعد ما يشقوا الفتره ويرتاحوا ينجموا يخرجوا يعملوا ساعه مشي يسر بها، معناتها بالكدا بالكدا، وللصغار وللشباب ينجموا يعملوا معناتها الجري بها بالكدا في الليل قبل شقان الفتره، نخافوا من الجري. اما البحر باهي بالكدا، اما ديما يلزمنا مش في وقت الشمس القويه، دونك من 11 للاربع نخيروا ليه. دونك ينجم في العشيه مؤخر ينجم يمشي ويعوم. صحتك بينيديك.